طيب بعيدا عن التمني، على أرض الواقع كانت الاحتفائية الكبيرة جدا بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية. فعالية كانت النهاردة امتدت لليوم الثاني على التوالي. امبارح بدأت بكلمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم أعقبتها ندوات ومؤتمرات مهمة حضر جانب منها معالي أو دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء. والنهاردة كمان اشتمل هذا البرنامج في هذا الحفل على عدد كبير جدا من الندوات ما يتعلق بالإطلالات التاريخية على عمق العلاقات المصرية الإماراتية، على الجوانب الثقافية وعلى الجسور السياسية اللي ربطت بين الشعبين في هذه الحقبة المهمة جدا 50 سنة. وانتهت إلى ندوة رياضية مهمة جدا أدارها الصديق العزيز محمد الجوكر، الناقد الرياضي الإماراتي المتميز اللي الحقيقة أصدر كتابه الثالث عن مصر والإمارات سيرة الحب. هنشوف في هذا التقرير جانب من هذه الاحتفائية الكبيرة. أكيد إحنا جزء من هذه العلاقة على مدى تاريخي كبير جدا في المجال الرياضي وفي المجال الشبابي، لكن الحفاوة البالغة من كلا الطرفين، حكومة وشعب، دولة الإمارات الشقيقة وجمهورية مصر العربية، الحقيقة بتعبر عن مدى المحبة واستدامة العلاقة. ما حصلش أي فترة من الفترات تغيرت هذه العلاقة، دايما التوازن في المساعدة والمساندة المتبادلة، ده شيء مهم جدا. وما بنسألش أي حد في دولة الإمارات لما بيقول مصر وإحنا بندين ليها بحاجات كتير، التعليم ومحبة. ولو سألنا أي مواطن عادي هيقول دولة الإمارات إحنا بنحبها جدا، ودور كبير جدا لسمو رحمة الله عليه اسمه الشيخ زايد. النهاردة كمان كان يعني في ملتقى ما بين سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة، ومع وجودنا وشرفنا بالتواجد اللي بيؤكد هذه العلاقة الكبيرة. تشهد العلاقات الثنائية دفعة قوية برعاية مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. العلاقات الأخرى تحدث فيها الأساتذة والمختصين والمفكرين، لكن في الرياضة والله الحمد علاقة ممتدة، وستشهد في الفترة القادمة أيضا انطلاقات كبيرة جدا جدا من منطلق إيماننا العميق بأهمية مصر كمكانتها وكدورها السياسي في المنطقة. علاقات بين دولة الإمارات الشقيقة من أكثر من 50 سنة، من ساعة ما أسست الإمارات، يعني علاقات في كل المجالات، الحياة، سياسة، اقتصاد، رياضة، فنون، في كل حاجة علاقات وثيقة يعني. وإحنا تحديدا كمصريين نحب الشعب العربي كله، ولكن الشعب الإماراتي له مكانة خاصة كده في قلوبنا، دي حقيقة. كل وجودنا على أرض الإمارات كنا دايما بين أهلنا وناسنا، دايما مقابلتهم وعلاقتهم بنا على أعلى مستوى، بنحس إن احنا ما خرجناش من مصر. فدايما العلاقات الطيبة اللي بتربط البلدين منذ الأمد البعيد، يعني منذ البدايات إلى الآن، وهي علاقة تعتبر بين بلد واحد. الإمارات دايما فاتحة يعني حتى اللي بعد كده للمدربين المصريين اللي اشتغلوا على مدى 50 سنة. عديد من المدربين المحترمين والأكفاء اللي اشتغلوا في الإمارات في على مدى 50 سنة، مش عايز أقول لك عدد كبير جدا يعني. لولا الإخوة العرب ما كنا نحن الآن. فدي كلمات معبرة جدا، وبتذكرني برضو بأن الوطن العربي كله جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فده طبيعي أن كلنا كعرب نبقى إخوة مترابطين في كل شيء، مش في الكورة بس. هم بيحتفلوا أكتر مننا،
هم جايين بيحتفلوا ان مصر احتضنت، هم جايين بيحتفلوا ان ولادهم اتعلموا في مصر، ان قيادتهم اتعلمت في مصر، فهو شعور متبادل من الطرفين في احتفالية جميلة جدا. العلاقة مستمرة لان احنا في شراكة كاملة مستمرة بيننا وبينهم في المؤتمرات العلمية، في تطوير الرياضة، في تطوير المنشآت. هي علاقة طويلة وكلها قائمة على الحب والود. مصر والإمارات علاقة يعني يمكن أكتر علاقة بين دولتين فيها باشن، فيها حب صادق في الرياضة. يعني احنا بنعتبر نفسنا اخوات الحقيقة، بنشجع بعض، بنعزم بعض دايما في كل الايفنتات، دايما متواجدين مع بعض سواء مجلس دبي الرياضي، مجلس ابو ظبي الرياضي، يعني اي ايفنت في الامارات بنكون موجودين فيه وبنساعد. ونفس الشيء هنا بنحاول ان احنا نساعد جميع الاتحادات الاماراتيه والانديه، وهم الحقيقه ما تاخرش علينا في اي حاجه. مصر والامارات قلب واحد، وكانت اللوحه ممزوجه بماء زمزم، وطبعا تهدى ان شاء الله للرئيس. واللوحة الرابعة اللي هي فيها جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة فيها التلاحم بالخط الديواني. 50 سنة علاقات متميزة من الإمارات، دولة الإمارات وشعبها شعب عظيم وحكامها حكام عظام. ده أقل حاجة إنه نحتفل بالعلاقة، العلاقة إن شاء الله تستمر إلى الأبد يعني. فأهلا بالإمارات وأهلا بشعب الإمارات على أرض مصر، منورين وإحنا بنحتفي بيهم طول الوقت وهم بيحتفوا بينا طول الوقت. العلاقات المصرية الإماراتية لم تتغير، علاقات متينة جدا، علاقات بتضرب في الأرض بجذورها. كان لي الشرف أن أنا اشتغلت في الإمارات حوالي 7 سنين في مجال التدريب. عشت 7 سنين في وسط أهلي وأخواتي وأصدقائي، بتربطنا بيهم علاقات حتى الآن مستمرة. والله دعوة محترمة جدا النهاردة في احتفالية كبيرة بين دولتين كبار مصر والإمارات، والوقت تعاون محترم جدا بين الدولتين. النهاردة جاي أنا في الشق الرياضي، موجود مدعو، موجود في الشق الرياضي. الإمارات ومصر طول الوقت إيد واحدة، الإمارات ومصر طول الوقت علاقات ممتدة على مدار سنين، وبالتالي النهاردة موجودين في احتفالية محترمة جدا، في رياضيين كتير موجودين غيري، فبتشرف إني موجود النهاردة. أتوجه للأخوة في مصر بأننا أخوة ونحمل لهم كافة الاحترام والتقدير على كرمهم، ويحمل أيضا قادتنا أو حمل قائدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اهتمامه بمصر، وأن مصر هي القاعدة العربية، ليس في اليوم ولكن منذ الأزل. علاقات طيبة بين مصر والإمارات في كل المجالات، مش في الرياضة بس، في كل الفنون. وبيبقى يعني طبعا سعيد جدا موجود النهارده، سعيد اللي توجه لي الدعوه اكون موجود في احتفاليه كبيره زي العلاقات المصريه الاماراتيه 50 سنه. زي ما بنشوف الرياضه، بتكلم عن الرياضه طبعا اللي هو تخصصنا، لا شايفين في تعاون كبير جدا بين مصر والامارات في كل حاجه. فعاليات مستحقة لعلاقة جديرة بالاقتداء. مصر والإمارات تستحق أنها تكون نموذج حقيقي لعلاقات العربية الحقيقة. إن شاء الله دايما في كل خير وفي كل التطور وفي كل نماء للشعبين بإذن الله. لو العلاقات الشعبية أستاذ إبراهيم، يعني قبل العلاقات الرسمية الحقيقة، صحيح. وده مهم جدا. هو ده النموذج الشعوب اللي فيها، إن هي قوية جدا على المستوى يعني الرسمي، وايضا يعني متجذره جدا على المستوى الشعبي. يعني لو حسيت كل المصريين اتكلموا تلاقيهم ليهم قصص وحكايات في الامارات، وراحوا اشتغلوا وكانوا الكل بيتكلم بحب يعني. طيب دي الاحتفائيه الكبيره اللي الظروف حطت مباراه السوبر في خلالها، فزادتها قيمه وشعبيه وجماهيريه واهتماما.